الشيخ محمد حسين يعقوب واحد من مشايخ الدعوة السلفية، تم استدعائه قبل أيام للشهادة في القضية المعروفة إعلاميا بداعش إمبابة، ليتصدر اسم ووسم وصور محمد حسين يعقوب مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الجرائد وأيضا شاشات التلفزيون وهو على كرسيه داخل قاعة المحكمة. بعيدا عن الأسئلة الهزلية اللي سألها القاضي وأيضا الإجابات الهزلية اللي أجاب بها الشيخ محمد حسين يعقوب، لكن كان مجموعة من الحقائق أقرها محمد حسين يعقوب أو الاعترافات داخل هذه المحاكمة، وهي: لست سلفيا، أنا مش سلفي، لست عالما، لا أفتي في الدين، ما بفتيش في الدين، ماليش علاقة بالسياسة، ولا أنتمي لأي حزب أو جماعة. ده كان ملخص شهادة محمد حسين يعقوب أمام القاضي في القضية المسماة بقضية داعش إمبابة، ربما شهادة عادية لشخص عادي لكن الإعلام المصري كبرها وضخمها. خلينا أعرض لك واحد من الأسئلة الهزلية السخيفة اللي سألها القاضي لمحمد حسين يعقوب: أنت ليه بتصلي على النبي؟ نتابع. استدلال حديثك دائما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب كده ليه؟ مش فاهم السؤال، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحبه حبيب النبي، دي كفاية. إنما ملهاش أثر تاني في إنه ربنا يفتح عليك أو يفيض عليك أو تفتح عليك. ها؟ بحبه. أنت ليه بتصلي على النبي؟ قال له أنا بحب النبي. ده كان جزء من الشهادة والحوار، وعلى الرغم إن البعض يرى إن محمد حسين يعقوب تنصل من المسؤولية، البعض الآخر يرى أن محمد حسين يعقوب في حضرة قاضي ظالم ربما يحكم عليه، فكان لابد أن يتبع التقية حتى يربأ بنفسه ويحمي نفسه. لكن منذ هذا الوقت، منذ هذه الشهادة وحملة ضخمة جدا بيشنها الإعلام المصري على مشايخ الدعوة السلفية، محمد حسين يعقوب، شيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، تقريبا مفيش برنامج ومفيش جريدة مفيش صفحة إلا وتحمل خبر يومي عن واحد من هؤلاء. خليني أعرض لك بعض الأخبار اللي خلال الأيام اللي فاتت بتحرض بشكل واضح وصريح على مشايخ الدعوة السلفية. الخبر من المصري اليوم بيقول: كيف مارس الدعوة بدبلوم معلمين، بلاغ جديد ضد محمد حسين يعقوب. خبر تاني من جريدة تانية من جريدة الدستور: بلاغ يطالب بوضع محمد حسان على قوائم الكيانات الإرهابية ومنعه من السفر. خبر آخر من المصري اليوم أو من جريدة الوطن: إحالة بلاغ يتهم حسين يعقوب بالزواج من 20 عذراء لنيابة أمن الدولة. أيضا بلاغ أو المصري اليوم بيقول: البرلمان يدرس منع غير المتخصصين من التحدث بالدين. يعني الموضوع كبر جدا، وبلاغات بالجملة ضد مشايخ الدعوة السلفية لحد ما تدخل البرلمان وبيدرس يطلع قانون عشان يمنع الناس دي من الظهور على الشاشات أو الكلام في الدين. مجموع البلاغات اللي قدمت خلال الأيام اللي فاتت ضد حسين يعقوب فقط تجاوز 7 بلاغات. البلاغ الأول: يستغل دروسه في الزواج من العذارة. بلاغ تاني: مارس الدعوة بدون ترخيص من الأوقاف. أضل الشباب ونشر المنهج السلفي. تزوج أكثر من 20 عذراء. قسم المجتمع إلى فئات. يتعمد إثارة الجدل الديني. تربح وغسل أموال عن طريق استغلال الإنترنت لمزاولة الخطابة بدون تراخيص. ده كان بعض البلاغات اللي قدمت رسميا للنيابة العامة خلال الأسبوع الماضي ضد فقط الشيخ محمد حسين يعقوب. مش بس النيابة اتحركت ولا البرلمان، أيضا مشايخ الفضائيات، مشايخ النظام أمثال الجندي طلعوا عشان يشتموا في مشايخ الدعوة السلفية. خالد الجندي بيقول بتاع دبلوم المعلمين يقول لك احنا بتوع الصلاة على النبي، لا انت بتاع غزوة الصناديق، جاي النهاردة تتبرأ، حضرتك واقف في المحكمة تقول اصل دي حزبية بغيضة، امال لما قلت اللي بيننا وبينهم الصناديق كانت مين اللي قالها؟ انتوا فاكرين اننا مش هنحاسبكم، ولو فيها نهايتي هحاسبك، انتظروا المزيد من سقوط هذه الاوثان البشرية اللي دمرت المجتمع. ده قالوا خالد الجندي في برنامجه لعلهم يفقهون، يعني هجمة إعلامية سياسية أيضا قانونية في البرلمان ضد مشايخ الدعوة السلفية. حتى محمد أبو حامد اللي كان بيشتكي قبل كام يوم أنه قاعد من غير شغل بعد
إزاحته من مجلس النواب، يقول قرأت أقوال الشيخ حسين يعقوب في قضية خلية داعش إمبابة، يجب على الدولة أنها تعقد له لقاءات في كافة المساجد والقنوات الفضائية اللي كان يعطي بها دروس وخطب حتى يسمع أتباع الشيخ ومريديه أفكاره الجديدة التي أدلى بها أمام المحكمة والتي تخالف ما كان يردده في من أفكار ودروس وخطب. أما السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي فبحثت في مكان تاني، في الوقت اللي كان الإعلام بيشتم ويشوه في مشايخ الدعوة السلفية، كان بعض متخصصي السوشيال ميديا والكتائب الإلكترونية تبحث عن أجور المشايخ عبر صفحاتهم على الإنترنت وصفحاتهم على يوتيوب. يعني دي صفحة الشيخ محمد حسان نشرت على بعض الصفحات خلال الأيام اللي فاتت وترصد أرباح الشيخ حسان على قناته على يوتيوب. أيضا هذه قناة الشيخ مصطفى العدوي، بالإضافة أيضا لقناة الشيخ أبو إسحاق الحويني، واللي نشرت أيضا هذه الإحصائية لأرباح القناة. أول من نشر هذه الأرباح كان معتز عبد الفتاح المذيع الآن في التلفزيون المصري في قناة الشمس. مضطر بالنهاية الشيخ أبو إسحاق أو الشيخ محمد حسين يعقوب قبل ساعات غلق قناته على يوتيوب وحسابه أو حساباته الشخصية الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض قال أنه ربما بضغط مباشر من الدولة المصرية والنظام استجاب الشيخ إلى هذه الضغوطات وأغلق كل مواقعه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. عبد العزيز التويجري يقول من أتفه وأحقر ما سمعت، السؤال الذي وجهه القاضي المصري للشيخ محمد حسين يعقوب، ما هو السبب في استهلال أحاديثك بالصلاة على النبي؟ أما ممدوح إسماعيل المحامي ممدوح إسماعيل يقول أخطأ الشيخ محمد حسين يعقوب وأخطأ المحامي الذي استدعاه للشهادة، واستغلت المحكمة ضعف وخوف الشيخ فاستدرجته فوقع، وكان يجب عليه أن يتحصن، أنه ليس بعالم ولكنه تحصن بها في نقاط وسقط في نقاط. هذه مشكلة دعاة الوعظ الذين تصدروا لأمور العامة، مصيبة الأمة غياب العلماء أو علماء يصدعون بالحق. يقول المحامي والبرلماني السلفي ممدوح إسماعيل تعقيبا على شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في المحكمة قبل أيام، وتعقيبا أيضا على الحملة الشرسة التي يشنها الإعلام المصري ضد مشايخ الدعوة السلفية. بعضهم يقول على مواقع التواصل الاجتماعي أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هؤلاء ما زالوا حتى اليوم على الرغم من الانقلاب العسكري وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والعلماء يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدرون أيضا شاشات القنوات. السؤال الآن، هل حان قطاف مشايخ الدعوة السلفية أم أنها مجرد زوبعة في فنجان ويعود التصالح مع النظام كما كان؟ فاصل وكمل.